الجبال في منطقة عبارة عن قمة صخرية جبلية على الساحل المغربي جنوب مضيق جبل طارق، ويعد من أبرز الأماكن السياحية في مدينة طنجة المغربية الملقبة بعاصمة البوغاز. كيضم ساحات شاطئية وغابوية بالإضافة لتوفره على مشاريع سياحية عديدة. كتشكل منارة كاب سبارتيل ملتقى لأمواج البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، لكونها آخر نقطة في شمال القارة الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. نشأت منارة كاب سبارتيل عام 1864 عند نقطة بحرية بأمر من السلطان محمد بن عبد الرحمن. لعبت هذه المنارة أدوار مهمة في مجال الملاحة البحرية في منطقة مضيق جبل طارق اللي كيطل عليه المغرب، ويعد من الممرات البحرية الدولية الرئيسية. وهي تعد نقطة جذب سياحي مهم في مدينة طنجة، وتضاف لسلسلة المعالم السياحية والأثرية بالمدينة العريقة. كتمتاز المنطقة بجمالها الطبيعي، حيث أن الغطاء الأخضر الغابوي كينفتح على البحر.